ما تخافش على الأهلي طالما فيه هذا الوعي في إدارة الكرة حتى في المنعطفات المهمة، وهذا الوعي الحقيقة تشوفه عند الكابتن سيد عبد الحفيظ في عز ما الفرقة خارجة فرحانة ومبتهجة بالفوز 4 على المقاصة وبأداء رائع جدا. كان من الطبيعي النتيجة دي تخلص 6 و7 و8، لكن حتى في خضم الفرحة تلاقي كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراة كلام حد مسؤول. نشوف. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. يعني انت بتتكلم مباراه من سلسله مباريات متتاليه ومهمه جدا في مشوار الدوري. يعني الشوط الاول بالتاكيد هي دي عالم كره القدم، يعني بين الشوطين الماتش مش سهل ابدا، ما تستسهلش اي مباراه وما تبقاش حاسس ان انت هتجيب جول في اي لحظه. يعني ممكن دي عالم ان انت ممكن تهدف في اي توقيت، لكن في النهايه لازم يبقى في شراسه اكتر من كده. الشوط الاول اضعنا عدد كبير جدا من الاهداف ودخل مرمانا هدف، ودي برده كره القدم يعني، لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين مكسب مهم جدا. لا الحمد لله طبعا، يعني طبعا ده برده شغل الجهاز الفني موسيماني مع كابتن سامي مع كيفن مع موسي مع كابيلو والمجموعه كلها. لكن في النهايه الحمد لله طبعا على كل شيء. يعني خلينا بس نتكلم ان المباراه كانت مهمه في 48 ساعه. انت لعب يوم الخميس مع المقاولين، النهارده تلعب مع المقاصه في السويس هنا، وهنطلع على كازر تشيفز. يعني من بكره ان شاء الله الرحمن عندنا اجازه بكره، لكن بعد بكره هنتمرن الصبح وبعدين هنسافر لنهائي افريقيا، هنسافر لدوري ابطال افريقيا، هنسافر لمباراه يكفي ان انت تقول بس نهائي دوري ابطال افريقيا مع مين وضد مين. يعني خلينا نحط في الحسبان اهميه اللقاء وقوته واهميه البطوله. اقول لهم مبروك وخد نفسكم النهارده، وبكره ان شاء الله الرحمن نرتاح كلنا، وبعد بكره ان شاء الله الرحمن عندنا واجب مهم جدا 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 ان احنا ان شاء الله الرحمن باذن الله ان احنا نعمله. يعني عندنا واجب مهم قوي ان احنا نحافظ على اللقب بتاعنا، ومهم قوي ان احنا نتعامل مع مباراه بمنتهى الجديه، ونلعب فرقه هي يعني على مدار العشر مباريات الاخيره سواء كان في دوري المجموعات او في دور الثمانيه او في دور 16 لعبت 10 مباريات ما بين داخلي وخارجي، خسرت مباراتين بس يعني من العشرة. يعني اتعادلت مع بيترو اتلتيكو في انجولا، اتعادلت مع حوريه كوناكري في انجولا، كسبت الوداد في المغرب. فبالتالي انت عندك فرقه بتعرف تلعب كويس قوي، وخصوصا بره هما فرقه كويسه بالتاكيد، ولا ما وصلتش اللي هي وصلت له ده. فانت بتلعب في 10 مباريات في دوري ابطال افريقيا، بتخسر مباراتين اتنين وبتكسب الوداد في الوداد، وبتتعادل مع بيترو اتلتيكو، وبتتعادل مع حوريه كوناكري، كل ده بره ارضها. فانت هتلعب فرقه وخصم عنيف جدا جدا وعنده دوافع برده كبيره. يعني طبعا الكابتن سيد هو ده دور المسؤول في النادي الاهلي، ودورنا كلنا انك انت بتتحاسب على التارجت مش على المشوار. يعني انت شكلك حلو في المشوار ما يهمنيش، حققت ايه بقى يهمني طبعا، ان انا لما اخد التارجت اروح متكلم على الشكل، لكن شكل من غير تحقيق اهداف ما عملناش حاجه. وقلنا قبل كده ازاي كان مانو جوسيه بيخترع مشكله عشان ينزل الفرقه ويلغي تمرين ويزعق ويتخانق اكن ما عملوش حاجه، يفرغ الشكل. كابتن سيد بيعملها باسلوب جديد طبعا يتناسب مع المرحله لا والشخصيه كمان. بالظبط. ما هو انت ما انا ممكن ازعق، انت ما تقبلش مني، انت تزعق انا اقبل يعني الموضوع كده. فالكابتن سيد خلاص الثقافه اللي موجوده عند الاهلي خلاص، حتى الجمهور اقلب الصفحه بمجرد ما تكسب ربع ساعه واقلب الصفحه، كل يقول لك اقلب اللي بعد